قمته أقوى سلسلة كتب تأسيس للأطفال، أول كتاب فونيكس مصري اتعمل بخلطة سحرية يأسس أطفالنا في اللغة الإنجليزية بشكل صحيح. بنبدأ الكتاب مع بعض بأصوات الحروف الساكنة والمتحركة، ببدأ أعلم الطفل إزاي ننطق حرفين مع بعض، ببدأ أديله حصيلة وكاب على كل حروف، طبعا تمارين كتير جدا جدا، تدريبات ريدنج للطفل يتعلم منها إزاي يقرأ وإزاي يحل، تدريبات وأنشطة كتير مختلفة متنوعة. طبعا مش محتاجين نتكلم عن جمال التصميم، درسنا الشورت اي، بنبدا نعلم الطفل فرق الساوند ازاي ينطق دي وازاي ينطق دي، تدريبات كتير مختلفه متنوعه بالشكل الجميل دوت، مراجعه بعد كل فاول، امتحان بعد كل فاول بالشكل الجميل ده. مش بس كده، عندنا كمان جمل ريدنج في الكتاب كتير جدا، عندنا قطع ريدنج، عندنا حصيله فوكاب كتير، الطفل يبدا يخزن مجموعه الفوكاب اللي محتاجها في مرحله التاسيس، قطع ريدنج، طبعا جزء جرامر في الاخر ممتاز جدا 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 للاطفال علشان يبقى كورس تاسيس كامل متكامل للطفل. خلصنا شورت فاول، بنبدا من لونج فاول، كتاب مميز جدا جدا جدا. ببدا في البدايه براجع على الاصوات القصيره الشورت فاول عن طريق بعض الكلمات وبعض الجمل، بعد كده بنبدا باللونج ايه الكيس بتاعتها، حالتها، الفرق بين الشورت واللونج، كلمات على كل قاعده الطفل بياخدها، تدريبات كتير مختلفه ومتنوعه مميزه بالشكل ده. مش بس كده، بعد كل فاول برضو حطينا تيست اقدر اقيم الطفل بيه، حصيلة كلمات على كل حالة الطفل بياخدها كتير جدا جدا مختلفة متنوعة بالشكل المميز ده، قطع والطفل يبدأ يطلع منها الساوند، هنتمرن على الريدنج بشكل جميل جدا مكثف جدا 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 من داخل الكتاب. مش بس كده، في نهاية الكتاب برضو حطينا جزء جرامر مميز نكمل بيه على الجرامر اللي الطفل اخده في الجزء الاولاني بشكل سهل وبسيط، حصيلة ممتازة جدا جدا جدا. مراجعة للفوكاب عن طريق جمل، والطفل يحط اسم الصورة، يبقى انا مرنته على الريدنج، مرنته على الجمل اللي اخدها بالشكل الجميل دوت. قطع ريدنج في نهاية الكتاب، كورس توب فونكس، كورس مميز جدا جدا لكل مامي بتدور على التأسيس وكل مدرس بيدور على أقوى الكورسات الصيفية.